السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الثالث في سلسلة الدروس ديال النهاية الأولى باك أدب، وفي الدرس ديال النهاية الدالة عددية بقينا واحد شي حالات خاصة في النهايات، هما النهاية الدالة حدودية والنهاية ديال الدالة جذرية. نعرفوا بعدا اشنا هي الدالة الحدودية، دونك دائما كنا كنقراوها ونعاودو نذكرو بها. اذا مثلا اف لي اكس تكتب على شكل ان اكس ان زائد ان ناقص واحد زيرو اكس اس زيرو هي واحد. هنا كاين اللي ما غيفهمش هادشي اللي غنكتب، ولكن غنعطيكم امثله باش تفهموا الداله الحدوديه. مثلا هنا عندي اف لي اكس تساوي مثلا 3 اكس اس 5 ناقص اكس اس 2 زائد اكس زائد واحد، هذه داله حدوديه. ولكن الا قلت لك مثلا اف لي اكس تساوي 3 جذر اكس اس 5 مثلا، ولا هذه ليست دالة حدودية. دونك الدالة الحدودية هي تجي تكتب على هذا الشكل، هذا يكون فيها اكس اس 5 اكس اس 6 اكس اس 7 اكس اس 2. دونك هذه الدالة الحدودية ملي كنبغي نحسب ليها النهاية ديالها في زائد ما لا نهاية او ناقص ما لا نهاية، كناخذ دائما اللي عنده اكبر اس. مثلا دابا الى اخذت هذه الدالة هذه لا ليميت ديال هذا اف لي اكس، هذه بغيت نحسب ليها النهاية عندما يقول اكس الى زائد ما لا نهايه. ما غاديش نعوض زائد ما لا نهايه في هادو كاملين. شكون اللي عنده اكبر اس؟ هو اكس اس 5. دونك غناخذ غير هادي تساوي لا ليميت ديال 3 اكس اس 5 عند زائد ما لا نهايه، وزائد ما لا نهايه الى درناه باي اس كما كان، اس 1 ولا اس 5 ولا، كيبقى زائد ما لا نهايه. الى درناه في 3 كيبقى زائد ما لا نهايه تساوي زائد ما لا نهايه، ثم ناقص ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه. دونك ملي كنقول الاس يعني الاس الموجب ناقص ما لا نهايه نفس الشيء. بغينا نحسبوا لا ليميت ديال ناقص ما لا نهايه ديال اف لي اكس، كناخذ عاوتاني اللي عنده اكبر اس هو هذا 3 اكس اس 5. دونك غناخذ تساوي لا ليميت ديال 3 اكس اس 5 تساوي وناقص ما لا نهايه. الا كان الاس فردي خمسه المرات يعني ناقص في ناقص في ناقص خمسه، غيبقى ليا ناقص ناقص ما لا نهايه. الا كان الاس زوج كيعطينا زائد ما لا نهايه، الا كان الاس فردي كيعطينا ناقص ما لا نهايه، وناقص ما لا نهايه في ثلاثه هي ناقص ما لا نهايه. ولكن غير في هاد الجوج فقط. الا قال لي مثلا دابا نحسب النهايه ديال اف لي اكس عندما يؤول اكس الى واحد، لا ليميت ديال اكس اف لي اكس عندما يقول اكس الى واحد، هادو اخطاء كيدار يعني كاين اللي كيبغي يسي واحد كياخذ اكبر اس. لا، واحد غنعوضو في كل شيء، ولا عدد اي عدد كما كان، هنا زائد ما نهايه وناقص ما نهايه بوحدهم فاش كناخذ اكبر اس، بلا ما نبقى نبرز راسي مع الاخرين. اما في عدد واحد مثلا غندير 3 واكس كاملين غنعوضهم بواحد، 3 في 1 اس 5 ناقص 1 اس 2 زائد 1 زائد 1، 3 واحد اس 5 كيبقى واحد هي 3 ناقص واحد زائد واحد زائد واحد، دونك ناقص واحد مع واحد هي صفر، غتبقى ليا 4. واي عدد اخر جوج ولا ثلاثة اللي قالوا لي ولا ناقص جوج كنعوض في كل شيء. دونك هذه دالة حدودية. ثم الدالة الجذرية، الدالة الجذرية هي اللي تكون على شكل كسر، مثلا اف لي اكس يكون فيها الكسر وماشي اي كسر. هاد الكسر خص يكون الباز ديالو دالة حدودية والمقام ديالو دالة حدودية. يعني مثلا إلا قلت لك جذر إكس على إكس، هادي ليست دالة جذرية، خص هادي تكون دالة حدودية وهادي تكون دالة حدودية. مثلا إلا عندي إكس أس 2 زائد 1 على إكس، هادي دالة جذرية. حتى هي إلا بغيت نحسبها زائد ما لا نهاية ولا ناقص ما لا نهاية، كناخد أكبر أس الفوق وأكبر أس التحت. إلا مثلا بغيت لا ليميت ديال زائد ما لا نهايه ديال اف لي اكس تساوي شكون اللي عنده اكبر اس الفوق؟ اكس اس 2، دونك غناخدو غير بوحدو. شكون اللي عنده اكبر اس التحت؟ عندي غير اكس، دونك هي اكس. يعني الا عوضنا هنايا غتعطينا زائد ما لا نهايه على زائد ما على زائد ما لا نهايه، قلنا هي شكل غير محدد. دونك فاش غادي ندير؟ غنفكك بعدا باش نختازل. عندي اكس اس 2 هي اكس في اكس، دونك تساوي ليميت اكس في اكس على اكس، غنختازلو بإكس وغيبقى لينا لا ليميت ديال إكس. إلا عوضنا إكس بزائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية. نفس الطريقة باش كنحسب ناقص ما لا نهاية، كناخد هذا وفي الآخر غنعطي ناقص ما لا نهاية. ولكن إلا قالوا لي شي عدد آخر عاوتاني بحال مثلا جوج،
ليميت ديال جوج ديال اف دي اكس عندما يؤول اكس الى اثنان خصني نعوض بجوج، هنا اثنان اس اثنان زائد واحد على اثنان، كما لقيت اكس كنعوضو باثنان يساوي اربعة زائد واحد هي خمسة على جوج. غير عفاكم ردوا البال لواحد القضية، هنا لا ليميت ملي كنعوض اكس مبقيتش كندير ليميت، ردوا معايا البال، شفتوا هنايا فاش عوضت اكس ما درتش لا ليميت وعوضت اكس بجوج، فاش كنحيد كنغير القيمة نعوض القيمة ديال اكس كنحيد الليميت، ما نقدرش مثلا ندير لا ليميت ديال اف دي اكس تساوي لا ليميت ديال جوج اس اثنان زائد، لا حيت اكس اللي اكس عوضتو بالقيمة ديالو دونك مبقيتش كندير النهاية، كنكتب ديري جوج اس اثنان وكنحسب شحال كتساوي النهاية ديال اف لي اكس.